السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده حابب اتكلم عن السمع بودن واحده. لو واحد مش بيسمع غير بودن واحده بس، ايه المشاكل اللي بتواجهه وايه الحلول الممكنه؟ اول مشكله بتواجه اللي بيسمع بودن واحده انه ميقدرش يفسر الصوت في الضوضاء. تاني مشكله انه مش بيقدر يفسر الصوت اللي جاي له من الناحيه اللي فيها المشكله. لو حد بيتكلمه من الناحيه دي بيضطر ان هو يلف راسه علشان يفهم الكلام كويس، خصوصا لو اللي بيتكلمه سيده هاي فريكوانسي ساوند او ذات تردد عالي، فالتردد العالي طول الموج بتاعه قصير، فبالتالي مش بيعدي الراس من الناحيه التانيه. تالت مشكله بتواجه العيان اللي بيسمع ودن واحده انه ما يقدرش يحدد الصوت جاي منين. تليفونه يرن وهو مثلا في مكان في غرفه من الغرف، ما يقدرش يعرف هو تليفونه بيرن في اي غرفه، لازم يروح يدور عليه، فبيفقد بنسميه التحديد اتجاه الصوت او تحديد مصدر الصوت. طيب هل نسيبه كده ولا نحاول نلاقي له علاج؟ طبعا في علاجات للحاله دي. اول علاج هو علاج نون جراحي، علاج مش جراحي، والتاني علاج هو علاج جراحي. العلاج اللي مش جراحي سماعه اسمها كروس. سماعه هي عباره عن سماعتين، سماعه بتبقى هنا، هي مش سماعه في الحقيقه، هي مايكروفون وسماعه في الناحيه الثانيه. السماعه الميكروفون اللي في الديد اير او في الودن مش بيسمع بيها، بتاخد الصوت كده وتنقله وايرلس للناحيه الثانيه، فبالتالي مش هيبقى عنده المشكله دي، ودي سماعه اسمها كروس. الحل الثاني هو سماعه عظميه، والسماعه العظميه دي متاحه في شركات كتير، متاحه في شركه كوكلير، في ميدل، وكمان متاحه في شركه اوبرا. دي الحلول المش جراحيه. الحلول الجراحيه زي البها، او بنزرع زرعه عظميه اسمها بها او بون انكورد هيرنج ايد. وفي حل تاني او في شركه تانيه اللي هي ميدل، عندها حاجه اسمها بون بريدج، وده حل جراحي، بنزرع سماعه عظميه. فاللي عنده ضعف سمع في ناحيه واحده مش صح ان هو يسيب نفسه، لان هو مش هيقدر يحدد مصدر الصوت. لو حد بيكلمه من الناحيه اللي فيها المشكله لازم يلف راسه، وكمان في الضوضاء مش هيقدر يحدد او مش هيقدر يفسر الكلام كويس. دي الحلول المتاحه لو واحد بيسمع ودن واحده. لو انت مريض بتسمع ودن واحده او تعرف حد بيسمع ودن واحده بس، اعمل له منشن وسيب سؤالك تحت، وان شاء الله نساعدك لاختيار الحل المناسب لحالتك.